لما مات زين العابدين فقدنا صدقة السر. الإمام بأبي هو وأمي كان يتصدق سرا، كان عنده جراب، هذا الجراب يحمله مربوط بحبال يعلقه في عنقه الشريف، ويدور في ذاك الليل البهيم على الأيتام على الفقراء على المساكين، يوزع عليهم طعامهم. ما عرفوا أن هذا الطعام كان مصدره زين العابدين إلا بعد أن استشهد إمامنا زين العابدين. ولذلك لما وضعوه على المغتسلين ودنا إمامنا الباقر ليغسله، بينما هو يمر بيده الشريفة على جسده الشريف، وإذ بإمامنا اعتزل ناحيا جلس في زاوية وجعل يبكي. قالوا على ما تبكي؟ قال بينما أنا أغسل أبي إذ رأيت سوادا على عنقه، فقالوا وما سبب هذا السواد؟ قال من أثر الحبال التي كان يحمل بها الجراب، جراب الطعام للفقراء والمساكين والأيتام.